لي عصير وبعدها اللي نشوفه هنا تكون الخلايا اللي تحيطها هي فلات بالنص. شو راح القى هنا؟ شنو هي هاي اللي بالنص؟ هاي الاو اس اي. عفوا الاو اس اي اللي تكون النيوكليوس مالتها تكون مالية تقريبا، هي اوسك مالية الفوليكلز وتكون الاورجانز كلش قريبة منها، يعني فرجة فرجس الحمد لله ما سنجر. بعدها ما يصير قلنا بروليفريت ديفرنشيت يوم تحول الجسم الى جهه ثانيه، ايش راح يصير بالسيل؟ عملها سمبل كيوبويدر تكون ستراتيفاي، تحول الى سمبل كيوبويدر سنجل لاير سميتها مليوني لامينا فوليكل. اكتب هسه رجعت الذاكره من تزداد عدد الخلايا يصير مالتي ديفيجن، ايش راح يصير؟ سمبل لاير شو اسميها؟ مالتي لامينا. بعدها راح تبدي تكون عندي سبيس بين بسمي هاي الخلايا بايش سميتها؟ ترايلوزا سيل. الفوليكل سيل اجازه مقتنعه سبيس بس تصير انتربتد زين. وهذه هالمرحله شو اسميها؟ اسميها هي الفوليكل برايمري. من يصير انتران 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 سكندري اسميها سكندري. وبعدها راح يصير عندي يعني الاو اس ار تدي اكسنتريك لوكيشن تظهر تبتعد عن السنتر تصير قريبه من البيرفرام راح تدخل الجريديان او نسميها بالماتشور فوليكل. تبدي تظهر عندي هذه شوفكم هذه السنجل لاير سميتها بيوري لامينا. طبعا اليوم جبت لكم سلايد اخر اسبوع ما شفت سلايد واضح من كل اللايرز او الفوليكلز فيه. اليوم عندي سلايد حلو حضرتك مع البنش اول شوفوا المراحل مالتي الفول الماتوريشن اوف فوليكلز. هذه المالتي لامينر صح لو لا؟ شوفوا الفوليكلر او الفوليكلر سيلز اللي سيفرال لاير. وبعدها راح تبدي تكون عندي سبيسز اللي سميتها بالزونة بيوسجة. هذه المنطقة هي عبارة عن الليبوبروتين فور تايب اوف الليبوبروتين. وطبعا هاي كلها تشوف الكورتكس هاي منطقة الجيرمنتي بلاير اللي نعرف سندروم كيبوادر فوليكا الروجينية. هنا راح بلش عندي الكورتكس اللي مختلف الستيتس اوف فوليكلز. وننزل بالسنتر نشوف هنا هذول اللي تكون رجول بلاد بالظبط. هذه صورة مقربة للكورتكس جيرمنتي بلاير والتونيكا الروجينية. وهي كلها كانت بريمودا فوليك. هذا أيضا سكشن من الأوفري للكورتكس بريمودا فوليك مبين بالسمبل أو سنجل لاير سوري سراوند أوف يور أسر. هنا بلش عندي كان فلات سيل صارت كل كيبويدو وقلنا عليها سميناها بالوني لامينا سيل. وهنا أنا ذا سيم خبرها شوي حتى نشوف إذا بدك مقطع أكبر حتى نشوف هذه مالتي وهذه مالتي وهذه اليوني لامينا فوليكل. هذا سميته اخذناه ذاك الاسبوع مكتوب اصلا معلش سميته هو يوتراي تيوب. هو ماسكولار قلنا ماسكولار فولدر تيوب او فولدد. طبعا الفولدد هنا تختلف بحسب البارت مالتي قسمنا ايش كم بارت معنا الثلاثة واليوتران واليوتران شو والاس
نوصل ال تكون بين منطقة تكون منطقة التصاب. التصاب الأوفري. على اليوترس. لا اليوترس. يعني opening of the tube اليوترس سميته intrauterine part. يعني يفتح uterine tube على wall of uterus. بعدين يجي اسم مصر كلش بعدين الأمبولة اللي تكون دايرة longest part بعدين عندي صورة ليش من فوق؟ دحيت هذا لقوا بروتين وماتيريال سميتها حزونة بليوسيدا. شو لعب؟ arrangement of bryosis وقتي كونوس أوفرس وعادة دحيت يكون contact وياها صف من خلايا بريوسيس يال. هذه سميتها بالكون رابطة بدينا هذا غادر لي الفوليكال ويا الأوساط يعني يصير رابتشر من الفوليكال يصير أوفرسين راح غادر ويا الوتاج خارج الفوليكل وهذا هو الانترام الفوليكلز نفسها هذه تكون سراوند باي سترومال سيل هذه سترومال سيل تفصل لي هذا فعل درامبوزة هذه سنتها ايش لن تذكرون هذا ثيكا انترنا هي هذه تكون يعني modified cells like defined cells بعدين يعني راح تعطيني خلايا شغلها secrete of hormone يعني هذا الفوليكلز بيصير ovulation وتفقد الاوسايت الوول اللي يتبقى من الفوليكلز هو الفوليكلز والليثيكلز راح يصير راح كولابس يصير فولدد راح تعطيني structure سميتها كاربوسلوتيوم شنو شغله؟ وهذا سيكشن كاربوسلوتيوم سكشن الكاربوسلوتيوم راح يكون عندي بيه خلايا البرايلوز السيلز تصير increase in size وصير مصلي سوي البارنكيما أو في سوردان تكون lighter stain والخلايا الثانية تكون بالفولدد اللي يصير بالهذا structures هي الثيكة internal layers الخلايا مالتها راح تنطيني thick immune cells تكون small in size dark stain هذا structures راح يسوي هو مقام شنو كإندوكراين ويفرز لي هرمونز فترة يعني إذا صار إيفولوشن 7 إلى 9 أيام إذا صار فرتلايز يتبقى لي شوية 4 شهور حتى يسوي المان حافظ له على البيكوز أوف يوترس حتى حافظ له على الإمبلانتيشن مال الزايغوت بعدين ورا ما إذا ما صار عفوا الفرتلايز وراح يتحول شنو فايبروسايت باي فايبروسايت تحول الى فايبروس ستراكشرز انتفعوا بعدي ولا تبقى تشوفوا هو الكوربوس البيغانس سيكون مش بينا كوربوس البيغانس هذا هو عباره عن سكار فايبروس هذا كله ريفيو الاسبوع الفات كنتوا ناسين شو هذا محمد هم سعد. اليوم راح نكمل بعد الأوفريز راح يجيني أني أخوف الأورغانز بوزيشن within the pelvis non pregnant اللي هو الوتيراس تكون بير شيب أورغان هذا الأورغان ينقسم لي إلى بارتات يعني هذا راح يفتح علي uterine tube فالجزء اللي above of opening of uterine tube راح أسميه بالفندس
المصلي بارت اوف ذيس اورجان هو الكورنس، وراح ينزل يكون داونورد انفيريورلي كونستركتد اور تيبر داونورد انفيريورلي بالسيرفكس. سيرفكس يكون له كونتاكت ويز فاجينا ثرو ذا اكسترنالوس. اليوترس هذا راح يتاثر بالانفلوينس باي فيسيولوجيكال سايكل، فيتغير ب شغلات هواي يعني dependent of the state، ويعتمد على شنو؟ على الهرمون state. اليوتراس هو عبارة عن muscular organ، عبارة عن thick wall muscle. اليوتراس راح يكون lined by mucosa. mucosa ما تكون lined by شنو؟ الابيثيليا ما تكون عبارة عن simple columnar epithelia. simple columnar epithelia. بعد mucosa اللامنة الابيثيليا بعدها تجي لامنة بروبريا، ومن ثم راح نشوف a large amount of smooth muscle fiber. وهذا مقطع باليوترس ولو ما مبين عندي كل ال layers. اليوترس بشكل عام بنعت ألف من الميكوزا اللي هي simple columnar، ننزل هنا طبعا إذا دي لامنة بروبريا اللي هي gland اسمها uterine gland، وعندي muscular wall. هذه هي muscular wall، هذه كلها راح تكون هي الميكوزا او نسميها بالاندوميتريوم. اذا راح نقسم لي اليوتراس الى 3 main parts هي الاندوميتريوم، مايوتريوم، بريميتريوم اللي هي بتكون الاوتر لاير، بتكون عباره عن ادفنتيشيا بعض المناطق، او سيروزا لاين باي ميزوتيريا المصلي اريا اوف اليوتراس. اوكي عفوا اليوتراس الف من 3 لايرز، هي اندوميتريوم، مايوتريوم، بريميتريوم. الاندوميتريوم اللي هي عباره عن ميكوزا سمبل كولومنار ابيثيليا، واللانس اللي تكون نسميها باليوتراين لاند تكون اكستند داون وورد تقريبا الى منطقه فاصله بينه وبين السكند لاير. الاندوميتريوم انقسمه الى تو بارت، منطقه تكون قريبه وكلوز تو دي مايوميتريوم اسميها بالبيزالس، ايش بالبيزال تكون فيها نسبة الكونكت تشو هاي يعني، وبها بلاك بصف كمات كبيرة، وبها نهايات اليوتراين جلاند. فإذا هسه الاندوميتريا راح يقسم إلى منطقتين، البيزالس هذه هي البيزالس نشوفها لارج أماونت أوف كونكت تشو، بها بلاك بصف كمات كبيرة، بها نهايات الجلاند. الجزء السفلي هذا بيزالس، منه وفوق راح اسميها ايش؟ فانكشناليس. فانكشناليس اسمها راح تكون هذه فولد وذ الترين جلاند، فولد وذ الترين جلاند. هذا الجزء هو راح يتاثر بالحالات الفسجيه اللي تتعرض لها السيستم نفسه، يعني ايش راح يصير بالاندوميتريوم، ايش راح يصير بالجلاند، ايش راح يصير بالبلد اصلا اللي راح تكون طبعا عندي اركويت ارتري، راح ينتهي برانجات للبيزالس ينطيني للفانكشنالز. المايوميتريوم اللي قلنا عبارة عن several layer of muscle راح تكون تقريبا يعني different arrangements of smooth muscle، يعني سلايدات مرتبة بشكل واحد، خلينا ندور سلايد يفيدكم. راح تكون عبارة عن تقريبا 4 layers more than smooth muscle interwoven يكون between each other in the strong connective tissue. لما بين كل المايوتريوم يعني هذا المايوتريوم أكثر شيء هو عبارة عن smooth muscle different arrangement of smooth muscle fibers طبعا يكون thick layers. بعدها راح تجيني قلنا البريميتريوم قلنا يكون عبارة عن connective tissue اللي هو adventitia or serosa. هذا ال الاندوميتريوم قلنا راح يتعرض الى different functionalities stage، فعلى اساس الهرمونال ستيت والفسيولوجيكال ستيت اوف راح اشوف ان اليوترس ينقسم الى 3 مراحل. انتم ما مداخلين في النظريه النهائيه، راح ينقسم الى follicular phase، menstrual phase، وsecretory phase. يعني follicular phase نعم معا طلعت من يكسب الامبريو يعني يعني مرتين مطرقينها بالامبريو، يعني يصير هذا لل
الماتيريال كله بالجلانس والفيديو مالته يصير اوفيوشن يعني يصير الفوليكل ماتشور ريشن اوفيوشن ما عاد يعني ما اصبر على نفسي من كثر ما انتم ما شاء الله عليكم يعني روحكم ميتين محبوبه بس كلش ما يعني انا اضحك نص الحق نص الشرح ما ادري ايش سبحان الله يعني يصير اوفيوشن خلينا نرجع للاوفر من يصير رابتشر بالفوليكلز غير الفوليكلز وتنزل الاوسايت راح شو يصير عندي هنا انا راح يجي اليوتراس بريبريشن فور امبلانتيشن هاي حكي ما في انتو بالامبريو صح لو لا؟ صح من يصير بريبريشن فور امبلانتيشن شو راح يصير بالجلانس راح يصير بالاندوميتريوم نيومراس راح يصير البروليفريشن سيلز الجلانس راح يصير فيها زر سكريشن تجمع بلانكوجين راح يصير هايبرتروفي الجلانس يصير توركوس كويرولد جلان فهذه المرحلة اسميها بالسكرتري فيز سميها سكرتري فيز اجت الاوفر يعني نزلت البوليوتراين تيوب ما صار رايز راح يصير بكل هاي الشغلات تحضرت تهيئ يعني شلون كانه جايه ضيف فتهيئ يحضر له نوتريشن يعني يصير ال فيكون عندي كمية كبيرة من الجلايكوجين مخزونة فإذا ما صار عندي فرتلايز فهكذا شو حيصير لها؟ شغل راح يصير لها شغل فراح أدخل يا مرحلة من حالة هذا الأول راح أدخل مسترال فيز إذا راح يكون كل البلد مصري بارت أوف ميكوزة يصير لها شغل بعد ما يصير شغل راح يرجع يصير ريبير يصير ريبير إلمن للميكوزة للإنجوميتيريوم راح أدخل بيها مرحلة بالحالة الفوليكولار فيس الفوليكولار فيس اللي يكون يبدي عندي تستجيب إلمن الأف أس أتش راح يبدي ينطي عازل الفوليكولار حتى تنضج فأسميه استروجينيك فيس نعم والسكرتري أسميه بالبروجستيريك فيس فراح تبدي تتهيأ شنو ترجع الإنجوميتيريوم بترتب بجلانز راح أصير بدل ما أصير بهالشكل هذا الضخمة راح أصير ستريت يعني small size elongated تقلب بها نسبة الفايكوجين يبدي يعني يكون نفسه يبني نفسه من جديد فإذا 3 face عندي هذا الface اللي شوفوه قدامكم هو secretary face secretary face اللي شوفوني بالجلاند تورتشوه هايبرتروفي وإذا تجمعني الفايكوجين بما تبيره فأشوف أني هذه جزء سميناها بالعادي البروغريتي face أو بالحالة العادية سميناها بيزاليس هذا سميناها functionalis يعني احنا نشوف هنا يصير تقريبا شكل سبونجي نسميها سبونجيوزة يعني الفانكشنال نفسها قاسمها سبونجيوزة وكومباكتة يعني الجزء العلوي هو الابيثيليا كومباكتة وهذا نسميه سبونجيوزة كلها تعود إلما للفانكشنال بجاية كلها تعود إلى الفانكشنال وهذه هي البيزاليس تكون هي تحويلي على كمية كونكت تيشو كلها راح يصير يصير شاطي بالفيديو توقع بس طبعا تسوي يعني بيدين يعني أنه كمية كبيرة من البلد بسيز راح تطلع منها البلد بسيز البلد وهي الشادينج اندوميتريوم دكتورة يصير شادينج مو بس البيزالس راح تبقى يعني البلد بس البيزالس تبقى ايه يصير شادينج كلها تروح بس البيزالس تبقى ريمين اوكي بس البلد وياها يعني البرانجات مالي البلد بسيز راح يطلع هي الميكوزة هذه عندي كيف اشوفكم مقطع بالثيكنس مال المايوتيريوم هذه نفسها طبعا الفيس احنا ما عندنا بس السكرتري فيس السلايدات هذا هو الاندوميتيريوم كلهم من بلش المايوتيريوم بده يكون بسيط فور او ثيك لاير اوف سموث مسل فايبر هذا نفس السكشن وهي اليوتراس عندنا فد أورغان موجود يكون يعني في حالة ما يكون عندي يصير بالأوفا فرتلايز ويصير إمبلانتيشن يصير إمبلانتيشن راح تكون عندي فد كونكت بين الماترنال والفيتال يعني راح يكون أكو كونكت بين اليوتراس الإمبلانتيشن شو راح يصير تكون عندي البلاسنتا لو أخذتوا تكوين البلاد بسيز بالبريو شو يصير بلش عندي البلاسنتا هي ديسكويد شيب ستراكشرز راح يكون هي الواصله الواسطه تكون بين
الطفل والام وصل للنيتروجين والاكسجين تحت الوسط سي او 2 لاخره، يعني كل التبادل عن طريق هذا الستراكشرز. هاي البلاسنتا تتالف من تو بارت، اكو عندي ماتيرنال بارت جزء المذر ايش اسميه؟ اسميه سيديو بيزال سلاير. فيتال بارت شو اسميه؟ كرويونيك بالكرويون. فيتال بارت راح اسميه بالكرويون، والماتيرنال بارت راح اسميه بالسيديو لاير. سيديو لاير اوكي؟ نعم. مينتهم هذولي؟ هل المنطقتين راح تعطيني فيلاي؟ هاي الفيلاي راح تكون برايمري كور باي ذا امبريونيك ميزينكايمال تيشو وبلاد كابيلاري وسراوندد باي لايرز اوف سيل. يعني هاي الفيلاي عن طريقها راح يروح ويجي البلد فيسلز راح ينقل لي النيوتريشن من المذر تو ذا فيتس. اذا التو لايرز او منطقتين، منطقة الماترنال ديسيديوال لاير وجزء الفيتر راح يكون نسميه بال كرويون. بيناتهم راح تكون فلوتينج فيلاي اللي هي عبارة عن ان كور مالتها هي ميزينكايما او امبريونيك كونكت تيشو وبلاد كابيلاري. هذه الفيلاي تكون lined by two type of two layers cell, two layers of cells. البيرفرا بتكون dark stain بتكون close to each other. هذه بتكون بشكل حلقة أسميها بالسنسيشيو تروفوبلاست. أوكي سنسيشيو تروفوبلاست. يعني هذا الخلايا بتكون dark stain بتكون peripheral سنسيشيو تروفوبلاست. لو أفضل وسكترد لير أوف سيل تكون لايتر ستين. هذا شو هو؟ لأن بوينتر هذه الخلايا هي نسميها بالسايتوتروفوبلاست. يمكن شوية مروشة نشوف سلايد. نسميها سايتوتروفوبلاست. فإذا نحن الفيلاي راح تتكون لي من شنو؟ من تو لايرز أوف سيل هي سنسيشيو تروفوبلاست سايتوتروفوبلاست. والكور مالتها راح يكون عبارة عن شنو؟ عبارة عن embryonic connect tissue and high amount of blood capillary. هذه سميتها sensation. هذه اللي ماخذة lighter stain تكون scattered ما طالعش في حلقة متواصلة sacral trophoblast. هذا الكور مالتها هو embryonic connect tissue داخل الحلقة blood كابيلاري. هاي الحمراء اللي شوفوها هي بلاد كابيلاري. إذن ميزين كايمون سيرة هالهنا ميزين كايمون الإمبريونيك كونكتش. أكو مقطع البلاسنتا عندنا راح أشوفكم التو لايرز اللي هي سنسيشيال العفو السيديو لايرز والفيتر اللي هو كرويون. يعني أنا ما عندي السيستم كامل بحيث أعطيكم كل مقاطع. اللي عندنا فقط هي الأوفري اللي شفتوها، وعندنا اليوتراين تيوب والكوربوس لوتيوم واليوتراس اللي في مقطع واحد أو في حالة واحدة فيس واحد والسكريتري فيس، وعندنا البلاسنتا. فاليوم راح أعطيكم بديكم سلايد الأوفري. إذا في الأسبوع الأوفري كان مو كلش حلو، أخو سلايد اليوم راح أخلي على البنج الأول الكل يشوفه كل المراحل، يعني واضح كل شيء تشوفوا. والبلاسنتا ايضا، ونضيف لكم سلايد الفيتراس. فاذا لكم اضافه سلايدين تقريبا على سلايدات الاسبوع الماضي. شوفوا عندكم سؤال فهمتوا شيء؟ اكو شيء فهمتوه؟ اكو شيء ما فهمتوه؟ لا. شكرا على الجامعه، شكرا على الصغار، شكرا على صبركم وياي، واسف على تعبكم من الصغار.